بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوان متتبعات ومتتبعي قناة أجندة مواصح، كيف سبق وقلت في الحلقة اللي فاتت، الطب الشرعي هو واحد العلم أو نقول واحد الفن اللي كيفتح أمام المحققين الجنائيين بالخصوص مجموعة من الطرق والوسائل اللي كيتم استغلالها واستخدامها باش يتم التوصل للحقيقة كيف وقعت وجرات الوقائع ديالها بمصلح الجريمة. الطب الشرعي علم وفن لمجموعة من الموظفين وربما كيجهلوا بعض التفاصيل اللي كتعلق به، وهذا هو اللي خلاني نختار هذا الموضوع ونوضح بعض الجوانب ديالو اللي ربما هي خفية على عدد من الإخوة سواء الممارسين أو المهتمين بهذا المجال. لهذا فمن بعد ما طرقنا لبعض النقاط اللي كتهم مجال الطب الشرعي في الحلقه اللي فاتت، وكيف سبق ايضا وعدتكم من خلال حلقه اليوم غادي نحاول ان شاء الله تعالى نسترق معكم الانواع والمواضيع اخرى على سبيل المثال انواع التشريح الطبي الشرعي، المبادئ والتوجيهات والارشادات والمعايير اللي كيلتزم بها الطبيب الشرعي، اجراءات الطب الشرعي بخصوص تشريح الجثه وعدد من النقاط الاخرى اللي كتهم هذا المجال. إخواتي أخواتي متتبعي ومتتبعات قناة أجين فهم واصح، باقي النقاط أو المواضيع الأخرى غادي نحاول نخصص لها حلقة موالية قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. على العموم الأخوات والإخوان متتبعي ومتتبعات قناة أجين فهم واصح، غادي نذكر أي واحد كيشوف أول مرة هذا الفيديو باش يسجل نفسه في القناة ويشارك الفيديو مع الناس ديالو باش الفائدة تعم الجميع بحول الله تعالى وقوته. فالأمل إن شاء الله غادي يكون من قبل ومن بعد، ثم فيك انتي وانت أعزائنا متتبعي ومتتبعات قناة أجين فماصح. نعم الأمل اللي معلق عليكم بعد الله سبحانه وتعالى هو أنكم غادي تعملوا على نشر ومشاركة هذا الفيديو أو غيره من الفيديوهات اللي في القناة ديالكم باش الإفادة تعم الجميع إن شاء الله تعالى. وبلا ما نطوش عليكم أعزائنا متتبعي ومتتبعات قناة أجين فهم واصح، يلا أجين فهم واصح. المقدمة، كيف شفنا من قبل في الحلقة اللي سبقت، كلمة الطب الشرعي تم التعريف ديالها على نطاق واسع لدرجة أننا ما كنلقاوش أي غموض بخصوص المعنى ديالها. تاريخيا فحتى في المجتمعات القبليه البدائيه كان كيتوجب اعطاء اهتمام كبير وقوي بخصوص اكتشاف اسباب وفاه الافراد ديالها. فمثلا بخصوص حالات بحال الموت المفاجئ او غير المتوقع كانت كتعتبر انذارات او اشارات الى وجود خطر محتمل، اما من داخل المجتمع يعني من طرف او مجموعه من الافراد ديالها، واما من خارج المجتمع ككل. لهذا فكيبقى من المنطقي أنه في الوقت اللي بدأت المجتمعات البشرية في التطور وصبحت منظمة أكثر، أصبح من الضروري إجراء تحقيق في الوفيات اللي كانت كتوقع في مراحل عمرية مبكرة للإنسان، وبالخصوص ديك اللي كانت كتشكل موضوع شبهات من النظام القضائي القائم. حسب بعض المراجع التاريخية أقدم التعليمات الرسمية المعروفة بخصوص إجراء التشريح الخارجي للجثث كترجع لعهد أسرة تشينغ الصينية، يعني 2000 سنة قبل الميلاد، من خلال المرسوم اللي صدر في عام 995 ميلادية، بحيث أن الشرط اللي كان مطلوب في الشخص اللي غادي يقوم بهذا الفحص يكون مسؤول حكومي وتكون المهمة ديالو محصورة في التحقيق في الوفيات اللي كتكون ناتجة على عنف أو مشبوهة. لكن الشرط الأساسي في هذه العملية هو أنها تقام خلال 4 ساعات من اكتشاف الوفاة، كما أن كل مسؤول حكومي يتم تعيينه لهذا الغرض إلا أنه امتنع عن القيام بالمهمة كيتعرض العقوبة. هذا فيما كيتعلق بالصين. أما في دولة أخرى بحال إيطاليا على سبيل المثال، فأول عملية تشريح طبي تقامت فيها وربما كترجع لمنتصف القرن 13 في جامعة بولونيا من طرف الطبيب الجراح غوليمو دي بلاسينتينوس دي ساليسيتو اللي عاش ما بين 1210 و 1277. بالرغم من أن هذا الطبيب الجراح ذكر في الكتاب ديالو اللي كان بالعنوان الجراحة حالة اللي قام بالفحص ديالها عام 1275، إلا أن المختصين مازال ما مأكدينش واش الأمر كان كيتعلق بالشريح أو مجرد فحص خارجي للجثة. لكن اللي مؤكد هو أن أول سجل كيوثق لتشريح الجثة بشكل قانوني في إيطاليا خلال ذلك المرحلة التاريخية كيتنسب لبارتولوميو دو فارجينانا اللي كان كيعمل كأستاذ الطب، بحيث
أن المدعي العام أعطى أمر بإجراء التشريح بمناسبة تسمم استهدف واحد من النبلاء خلال فبراير 1302. هذا التشريح قاموا به جوج الأطباء تحت الإشراف ديال فارجينيا. على العموم، الشرط الأساسي لفكرة الفحص أو التشريح بالكامل كان هو معرفة علم التشريح البشري، كما أن تاريخ التشريح الطبي بصفة عامة أعرف ثلاثة ديال المسارات اللي هي متداخلة بشكل جزئي. المسار الأول استمر تقريبا 2000 عام، يعني من أول مدرسة التشريح اللي كانت معروفة في الإسكندرية حوالي 320 قبل الميلاد، أي في الوقت اللي تم تشريح أول مرة جثة إنسان. والنص ديال هذه العملية تم النشر ديالو في كتاب باسم دو هيوماني كوربوريس فابريكا اللي كتبو أندري فيزان عام 1543. هذا الكاتب اللي تم اعتباره على أنه الأب ديال علم التشريح، كما أن هذا الكتاب اعتبروه المختصين على أنه علامة أو مؤشر على الإطاحة بالتشريح الجالينوسي التقليدي. من بعد صبحات عملية تشريح الجثث البشرية كتختلف على بعضها البعض في عدد من الأحيان وفي عدد من الدول. بعض المصادر التاريخية كتفيد على أن أول عملية تشريح طبي شرات في فيينا عام 1404، ومن بعدها العملية الثانية اللي تجرت في براغ 1460. زيادة على هذا، نفس المصادر التاريخية كتقول على أن فيليكس بلاتر هو أول عالم تشريح في مدينة بال سويسريا، كما أنه تقريبا قام بأكثر من 300 عملية تشريح جثث انطلاقا من عام 1559. الطب الشرعي اللي كان مازال كيتسمى في ذاك الوقت بالتحقيق الطبي القانوني تم تطوير المبادئ ديالو خلال القرن 16، وهذا من خلال صدور مجموعة من القوانين بحال قانون بامبرغ عام 1507 وقانون كارولين عام 1532 ومن بعدهم قانون تيريزيان عام 1769. زيادة على هذا، هذا التطور تأثر بشكل كبير بالنظام القانوني المعتمد في كل دولة. هذه الدول اللي ركزت على الكشف عن الوفيات الجنائية والتحقيق فيها وفي غيرها من جميع الوفيات الغير طبيعية أو المشبوهة. وعلى امتداد القرون من بعد تم اعتماد توثيق عملية التشريح اللي كتجرى بشكل متزايد، الشيء اللي ساهم في تقدم علم الأمراض. كما أن تشريح المستشفى أو التشريح السريري صبحوا مهمين من بعد ما تم إدخال أساليب جديدة ومحسنة من قبل كارفول روكيتانسكي اللي عاش ما بين 1878 و 1804 ورودورف فيرشو اللي عاش كذلك من 1821 حتى 1902، وكذلك من خلال تحديد المفاهيم الحديثة لطريقة تطور المرض باثوجينيز، ولا سيما علم الأمراض الخلوية باثولوجي سيلولير اللي تم إدخاله لهذا المجال من طرف فيرشو. أنواع تشريح الجثة. على الرغم من أن الاتفاقيات الطبية والأنظمة القانونية كتختلف اختلاف كبير من دولة لدولة، إلا أننا كنلقاو جوج أنواع رئيسيين من تشريحات الجثة: تشريح الجثة السريري أو الأكاديمي، لوتوبسي كلينيك أو أكاديميك. كنقصد به الحالة اللي كيحاول فيها الطاقم الطبي المختص شريطة حصوله على موافقة الأقارب، أنه يعرف درجة خطورة المرض اللي تصاب به المريض قبل ما يتوفى. إلا أنه في معظم الحالات ما كيتعينش القيام بهذا النوع من التشريح، لأنه مادام مازال ما معروفش عند الأطباء فكيتوجب الإبلاغ عن الوفاة باش يتقام أو يتجرى تحقيق طبي قانوني. ثانيا، تشريح الجثة الطبي القانوني أو الطب الشرعي. عندنا من الإجراءات كيتم التنفيذ ديالو بتوجيه من السلطة القضائية المسؤولة عن التحقيق في حالات الوفيات المفاجئة أو المشبوهة أو غير المعروفة أو غير الطبيعية أو الجنائية، كما أن هذه السلطة تقدر تكون ممثلة إما في النيابة العامة أو في القاضي أو في الشرطة. هذا إلا خدينا بعين الاعتبار اختلاف الأنظمة على نطاق واسع من دولة لدولة أخرى، إلا أننا كيتعين علينا نفهموا على أن الإذن من الأقارب ديال المتوفى في حالة الحالات ما كيكونش ضروري الحصول عليه، لأن الهدف من هذا التشريح كيكون هو الحصول على الحقيقة واضحة بخصوص الظروف والملابسات اللي وقعت فيها الوفاة المشبوهة، وبالتالي الوصول للجاني أو الجثث. بالنسبة لعملية تشريح الجثث، ففي الغالب كتنقسم لجوج الحالات اللي هما: الحالة الأولى الجثث اللي تم الاحتفاظ بها بسبب حالات وفاة غير جنائية، يعني الحالات اللي كنقولوا عليها وفيات طبيعية
على سبيل المثال الحوادث المرورية أو حالات الانتحار أو الوفيات اللي نجات على أسباب طبيعية مفاجئة أو اللي عندها علاقة بالعلاج الطبي أو الجراحي وما إلى غير ذلك. وهذه الحالات في أغلب الأحيان كتخضع للفحص الطبي. الحالة الثانية أنه من التشريحات كيتجرى في الحالات اللي كيكون الأمر كيتعلق فيها بوفيات مشبوهة أو جنائية، يعني جرائم القتل، وفي الغالب النيابة العامة هي اللي كتأمر به بإيعاز من الشرطة أو من الدرك الملكي. هذه الحالات كتشمل كيف سبق وقلنا جرائم القتل، سواء كان قتل عمدي أو غير متعمد، والوأد ديال الأطفال، وغيرها من عدد من الجرائم اللي ما نقدروش نحددوها كلها في هذه الحلقة. تشريح الجثة، المبادئ التوجيهية وإرشادات ومعايير الشرح. بداية القرن 19 بدأت المناقشات بخصوص صحة وجودة عمليات التشريح اللي كيتم القيام بها، لأنه في الوقت اللي بدأ الطبيب فيرشو العمل في عام 1844 كمساعد للمدعي العام في مدينة برلين، لاحظ على أن القاعة المخصصة لعمليات التشريح ما كانتش منظمة بالشكل اللائق بها، كما أنه لاحظ بأن هذا النوع من العمليات كانوا كيقوموا به أطباء باقي صغار، يعني مازال ما عندهم التجربة والخبرة اللي تسمح لهم باش يقوموا بهذه العمليات الطبية. زيادة على هذا ما سبقش لهم وتلقاو أي تدريب كتعلق بتقنيات التشريح الطبي. الأسباب كلها كانت بمثابة نقطة البداية باش يعمل على نشر كتاب حول تقنيات تشريح الجلدة، مع العلم أن المرسوم النمساوي لعام 1855 ومرسوم بيلاروسيا لعام 1875 كانوا من بين أشهر المراسيم اللي عندها علاقة بالتشريح الشرعي للجثث خلال ديك المرحلة التاريخية، بحيث أن المرسوم الأول اللي كان كيتكون من 134 فقرة أو مادة تضمن تعليمات مفصلة بشكل كبير بخصوص طريقة وتقنية إجراء عملية تشريح الطب الشرعي. هذا المشروع مازال سار فعول إلى حدود اليوم في النمسا. رغم هذا إرشادات تشريح الجثث ما بدأ الاهتمام بها إلا من بعد مرور تقريبا 100 عام، بحيث أصبحت المنظمات الوطنية المتنوعة في العالم الصناعي وبالخصوص المنظمات المهنية كتعطي أهمية لهذا الجانب. بالإضافة للجهود الدولية لوضع مبادئ توجيهية وملائمة أو مواءمة عمليات تشريح الجثث الطبية والقانونية، تمت الموافقة في عام 1991 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة على بروتوكول تشريح الجثث النموذجي للأمم المتحدة. هذه الوثيقة اللي كانت عندها آثار قانونية، بحيث أن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا كانت ملزمة بتنفيذ هذه المبادئ في التشريعات الوطنية ديالها. على أي كيف ما كان الاختصاص ديال الشخص اللي مكولة له مهمة إجراء التشريح الطبي كيتعين أنه يكون مدرب وعنده خبرة في هذا المجال بالتحديد، لكن لسوء الحظ في غالب الأحيان وفي بعض الدول كيتم إجراء هذا التشريح وبالخصوص في القضايا الجنائية الكبيرة من طرف أشخاص اللي ما عندهمش خبرة في إجراءات الطب الشرعي، وهذا إما بسبب نقص موظفين أو الموارد البشرية، وإما بسبب نقص أو ثغرات في النظام القانوني. إلى يومنا هذا ما زال عند بعض الدول أطباء محققين في المقاطعات، وهذا المكتب أو هذه المصلحة ما كتطلب شي تدريب طبي اللي هو مهم. من العيوب الأخرى اللي كيعرفها هذا المجال هو فصل أو إبعاد الأشخاص اللي كيمارسوا هذا النوع من العمليات على الأطر التعليمية في الجامعات أو المعاهد الطبية اللي موكول لها تدريب الأطباء الشرعيين المستقبليين. فمن المستحيل يكون شخص مدرس موثوق به ومقنع إذا ما كانش عنده خبرة عملية طويلة في هذا المجال. على سبيل المثال إذا كانت إجراءات ضمان الجودة ما موجوداش أو غير فعالة، فمن المحتمل وبشكل كبير أننا غادي نحصلوا أو نرتكبوا أخطاء قانونية واللي ما يمكنش لنا نكتشفها إلا من بعد فوات الأول، لأنه إذا تم اكتشاف هذه الأخطاء في النهاية فبكل تأكيد العواقب ديالها غادي تكون خطيرة على المجتمع اللي غادي تكلفوا الثمن غالي. الكلفة هنا ما غاديهاش تكون فقط مالية، وإنما تقدر تكون فقدان ثقة في عنصر مهم اللي هو سيادة القانون، وهذا بطبيعة الحال إلى وقع لا قدر الله غادي يؤدي الوقوع أو حصول مآسي كبيرة للمتضررين. من بين عدد كبير من القضايا اللي تسببت فيها نتائج الطب الشرعي مآسي إنسانية، نقدر نعطي مثال بقضية المهندس الإلكتروني داني ماكنامي
اللي تم الاتهام ديالو بضلوعه في التفجيرات ديال هايد بارك وريجنت بارك اللي وقعت في تاريخ 20 يوليوز 1982 واللي كان من وراها عناصر الجيش الجمهوري الايرلندي على طريق قنابل مؤقته وسط لندن. هذا الشخص اللي تمت الادانه ديالو بشكل غير قانوني وبناء على نتائج اللي هي مغلوطه بسجن لمده 25 عام دوز منها 12 عام ومن بعد تمت التبرئه ديالو. هذا كيبين على ان تكليف الاشخاص اللي ما عندهمش اي خبره او تجربه واللي ما سبقش لهم وتلقاو اي تدريب في هذا المجال باش يقوموا باجراء بعض عمليات التشريح يمكن ليه يخلف مآسي انسانيه واجتماعيه اللي ما نقدروش نحددوا الخصائص اللي تقدر تكلفها المجتمع والضحايا. فبالرغم من النقص اللي تقدر تعاني منه بعض الموارد البشريه ما كيتعينش على الجهات المسؤوله تخلي هذه الممارسات منتشره، مع العلم ان هذه الممارسات كتواجه في اغلب الدول ماشي غير في الدول الناميه او الفقيره. هذه الممارسات ما غاديش تزيد الا في الهوى بين عدد كبير من المتقاضين وبعض الجهات اللي موكول لها اصلا انها تشرف وتحمي المصالح ديالها. بخصوص هذا المجال فاللهم ما يكونش اي راي او نظريه بخصوص الطريقه او الظرف اللي ترتكبت فيه الجريمه، ولا يكون عندنا راي اللي هو سيء، لانه في الحاله الاولى القضاء على الاقل غادي يكون على درايه وعلم بنقصان الادله عوض يتعرض للتضليل بسبب اخطاء اللي غالبا كيقترفها الشخص اللي هو عديم الخبره. اجراءات الطب الشرعي بخصوص تشريح الجثه، رغم ان الطريقه اللي كيتم بها اجراء تشريح الجثث كتكون موحده الى حد ما مهما كانت طبيعه الوفاه، الا اننا نقدروا نلقاو عدد من الامور كيكون عندها ارتباط فيما بينها واللي هي كتختلف حسب الدور. على سبيل المثال الاحتياطات والاجراءات اللي كتكون مطلوبه في جريمه قتل ماشي هي بالضروره الاجراءات اللي كتكون مطلوبه في الحاله اللي كيتعلق فيها الامر بوفاه نتيجه الاسباب الطبيعيه او مفاجئه، كما ان التشريح اللي كيتجرى في حاله الاجهاض الجنائي او الاختصاص اللي كيكون متبوع بالوفاه كيختلف على التشريح اللي كيتقام على جثه غارق. ومع هذا نقدروا نلقاو ايضا اجراءات او جوانب كثيره من تشريح الجثث اللي كتكون مشتركه فيما بين كل حاله وفاه. بهذه المناسبه غادي نعطي بعض التلميحات لكل حاله على اساس انني ان شاء الله تعالى نقدر نفصل فيها في الحلقات الماجيه بحول الله تعالى. مقدمات تشريح الجثث، قبل ما يقدر الطبيب الشرعي بالجثة كيتعين عليه يقوم بعدد من الإجراءات أو الخطوات التبييدية للحصول على الإذن والموافقة. تشريح أي جثة من طرف الطبيب الشرعي ما كيتم إلا من بعد حصول المسؤول الطبي على أمر من الجهة المختصة، كما أن الطبيب الشرعي ما كيتعينش عليه يبدأ عملية الفحص الطبي حتى يحصل الاقتناع منه على أن هذا الإذن تمنح له بخصوص ما كيتعلق بالوفاة المحددة. هنا الوسائل اللي كيتم بها تبليغ الإذن أو الموافقة كتختلف من مكان لمكان آخر أو من دولة لدولة أخرى، بحيث أنها تقدر تكون عبارة على وثيقة رسمية مكتوبة أو اتصال شفاهي أو هاتفي أو اتفاق ضمني. في الحالة اللي تقدر تكون الانتدابات صادرة للطبيب الشرعي من طرف جوج الجهات على سبيل المثال الشرطة اللي مسموح لها قانون على أنها تطلب فقط الفحص، والنيابة العامة اللي كيمكن لها تطالب الطبيب بإجراء أي إجراء لكي يبان لها ضروري لتبيان الحقيقة. هنا كيبقى الطبيب الشرعي هو الوحيد اللي عنده الصلاحية واختصاص إجراء تشريح طبي الشرعي، وبالرغم من أنه في بعض الأحيان وخصوصا فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة كيكون رأي المحقق الجنائي بضرورة انتداب طبيب شرعي لإجراء تشريح طبي. على أين القرار في الأخير كيرجع للنيابة العامة والطبيب الشرعي. كيف سبق وذكرت من قبل في الحالة اللي كيتم تقرير إجراء تشريح طبي الشرعي ما كيكونش ضروري الحصول على موافقة الأقارب، ومع هذا من الأفضل يكون واحد من الأقارب المتوفى حاضر باش يتعرف على المعني، وهذا الإجراء كيتم القيام به في الحالة اللي كيكون اشتباه بخصوص الهوية ديال الجثة. شكون اللي يمكن ليه يكون حاضر خلال إجراء عملية التشريح؟ كيف سبق وقلنا من قبل كل دولة وعندها القوانين ديالها اللي كتعتمدها بالخصوص في المجال الطبي، إلا أننا كنلاحظوا على أن الطبيب الشرعي بحاله بحال جميع الموظفين التابعين للدولة اللي كيعمل فيها كيلقى راسه مجبر على أنه يدرس ويلتزم بهذ القوانين وبالخصوص القوانين اللي عندها علاقة بالمهنة ديالو. في هذا الإطار بعض القوانين عند بعض الدول على سبيل المثال بريطانيا وكذلك المغرب كتلزم الطبيب الشرعي أنه يخبر عائلة المتوفى ويشعرهم بالتاريخ
والمكان والوقت اللي غادي يقوم فيه تشريح الجثة، وهذا كامل باش يمكنهم من فرصة تمثيل المصالح ديالهم من قبل محامي أو طبيب مختص في نفس المجال اللي يقدروا يعينوه لهذا الغرض. لكن رغم هذه الشروط، يقدر الطبيب الشرعي يرفض أنه يقوم بإجراء تشريح في الوقت اللي كيشوف على أن حضور طرف معين غير مرغوب فيه. دائما حسب القوانين البريطانية، فيما يتعلق بالعديد من جرائم القتل، يمكن إجراء تشريح ثاني للجثة من طرف الطبيب الشرعي لكي يتم تعيينه من طرف المحامين اللي انتدبتهم عائلة المتوفى. وهذا الإجراء في الغالب يتم اتخاذه بعد مدة من إجراء التشريح الطبي الشرعي الأول، مع العلم أنه في بعض الحالات يقدر يكون الطبيب الشرعي الثاني أي المنتدب من طرف عائلة المتوفى حاضر خلال إجراء العملية الأولى من التشريح الطبي الشرعي. بهكا يتم ضمان مصداقية قيمة النتائج اللي تم التوصل لها. من الأشخاص اللي مسموح لهم على أنهم يحضروا لعملية التشريح الطبي، كنلقاو بطبيعة الحال المسؤول عن التحقيق في القضية اللي أعطى الأمر بإجراء التشريح، أو أي واحد كينوب عليه، مثلا النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم. كما أن ضابط الشرطة القضائية كيكون مسموح له أنه يتواجد خلال إجراء عملية التشريح، لكن الشرط الوحيد المطلوب هو أنه ضروري يكون حاصل على موافقة النيابة العامة المختصة. لكن في الحالة اللي كيتعلق الأمر بقضية جنائية على سبيل المثال جريمة قتل، كيتعين عن الطبيب الشرعي أنه يحاول ما أمكن يقلل من عدد الحاضرين للحد الأدنى. هذا ماشي فقط من باب الحفاظ على خصوصيات وسرية النتائج اللي غادي يتم التوصل لها، وإنما أيضا لأن الأعداد الكبيرة من الأشخاص اللي كيكونوا داخل المشرحة أو المستودع البلدي لحفظ الأموات يقدر يعمل على تشتيت الانتباه، وكذلك يقدر يعمل على زيادة خطورة الإصابة بالعدوى والتلوث المرضي، وخصوصا إذا كان المتوفى كيعاني من مرض معدي. لهذا فكل شخص اللي نقدروا نعتبره على انه ما عندوش اي مهمه مباشره في التحقيق او انه مجرد متفرج، ما كيتعينش عليه يكون حاضر خلال اجراء عمليه التشريح. اخيرا في المرحله اللي كينتقل فيها الطبيب الشرعي لتحرير التقرير ديالو، كيتعين عليه يضمنوا مجموعه من المعلومات والبيانات واللي نقدروا نلخصوها فيما يلي: الاسم الشخصي والصفه ومكان العمل ديالو، الجهه اللي انتدبته والمهمة اللي تطلبت منه، تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات اللي عندها علاقة بالمهمة اللي تم تكليفه بها، تاريخ وساعة إنجاز التقرير، الهوية والمعلومات الكافية للمتوفى أو الشخص اللي خضع للتشريح أو الفحص. وفي الحالة اللي كيكون فيها المعني مجهول الهوية، كيقوم الطبيب الشرعي بتضمين جميع الأوصاف الخاصة به، الظروف والملابسات اللي تم اكتشاف الجثة فيها، مع عدم نسيان ذكر المصدر أو المصادر اللي زودته بهذه المعلومات أو المعطيات الطبية، المعاينات ووصف الحالة اللي كانت عليها الجثة أو الشخص، وصف الأدوات أو الأسلحة اللي استعملها في ارتكاب الجريمة، جميع الإجراءات أو الخطوات، وكذلك الجهات اللي تم انتدابها باش تقوم بإجراء تحليلات على العينات اللي تم الرفع ديالها على الجسم أو على الجثة، وكذلك النتائج اللي حصل عليها من هذه الجهات، الأسباب المحتملة لهذه الوفاة، النتائج أو الاستنتاجات اللي تصلها من بعد إجراء العملية التشريحية. وفي الأخير كيقوم الطبيب الشرعي بتضمين هذا التقرير بملف اللي كيشمل مجموعة من الصور، بحيث أن هذا الملف يقدر يكون ملف ورقي أو على دعامة رقمية. فحص مكان الوفاة. بالنسبة لجرائم القتل أو الوفيات المشتبه بها وجميع الحالات المشبوهة أو اللي ما كتكونش الظروف ديالها واضحة للمحققين، كيتوجب على الطبيب الشرعي أنه يتنقل مكان الوفاة أو مسرح الجريمة قبل ما يتم نقل الجثة من المكان الأول ليها. لكن اللي كنلاحظ على أن هذا الوجوب ما تماتش الإشارة ليه في القانون رقم 77-17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي اللي تم النشر ديالو بالجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 الموافق 19 مارس 2020 في الصفحة 1637 من الجريدة الرسمية، وإنما خلى أمر هذا الانتقال لتقدير السلطات القضائية المختصة، بحيث أن الطبيب ما مسموح له ينتقل لأي مكان
أو يقوم بالمعاينة الميدانية إلا بالموافقة ديال هذه السلطة. وهذا حسب الرأي ديالي المتواضع يمكن يكون عنده تأثير سلبي على مجريات المعاينة، بحيث أنه على سبيل المثال اللي معروف عندنا مثلا في المغرب أن أول جهة أو شخص كينتقل لمسرح الجريمة هو في العادة ضابط شرطة قضائية. هذا المسؤول وبناء على الملاحظات ديالو كيقوم بتزويد النيابة العامة بجميع الملاحظات اللي حصل عليها، وبناء على هذه الملاحظات كتقرر النيابة العامة الإجراءات أو الخطوات اللي كتشوفها قانونية. السؤال اللي غادي يطرح نفسه هنا هو واش هذا الضابط عنده تكوين علمي أو طبي اللي يأهله لأنه تعتمد عليه النيابة في تقرير الإجراءات اللي كتشوفها ضرورية؟ واش هذا الضابط عنده اختصاص تقني علمي اللي يخليه يقرر القيمة العلمية لأي دليل أو غيره من جميع أو أغلب الأدلة اللي كتكون في مسرح الجريمة؟ صحيح أن الجهة الإدارية اللي كينتمي لها هذا الضابط كتوضع رهن الإشارة ديالو فرقة تقنية متخصصة واللي ما يمكنش يتم التقليل من المهمة التقنية ديالها أبدا، لكن في المقابل نتصوروا قيمة حضور الفرقة التقنية بمسرح الجريمة بالإضافة للقيمة المضافة لحضور الطبيب الشرعي من الفوق، ونتصوروا أيضا تأثير هذا الحضور المزدوج على النتائج اللي غادي يحصل عليها القضاء من بعد. بطبيعة الحال الممارسات المحلية في هذا المجال كتختلف من دولة لدولة، لكن حضور الطبيب الشرعي مع عناصر الشرطة لمسرح الجريمة أو مكان الوفاة المشابه فيها كيعطي طابع رسمي أكثر لهذا الواجب. هذا ما كيعنيش التقليل من قيمة العناصر الأمنية بتاتا، وإنما كنقصد به أن المعاينة اللي كتقام بعين المكان كيصبح عندها طابع علمي محض بمجرد تواجد الطبيب المختص. زيادة على هذا كيمكن تقليل من الوقوع في بعض الأخطاء غير مقصودة من طرف بعض الشرطيين اللي يقدروا يكونوا ناقصين من حيث التكوين التقني. فعلى سبيل المثال أنا شخصيا خلال المرحلة المهنية الأولى اللي حضرت، يعني في بداية التسعينات، عملية معاينة قام بها ضابط شرطة قضائية قام بإحالة جثة على المستودع البلدي لحفظ الأموات على أساس أنها وفاة طبيعية، لكن فالمشرحات تبين على أن المعني توفى نتيجة الإصابة ديالو بورغي، يعني تورنوفيس على مستوى القلب. وبما أن الفصل اللي وقعت فيه الجريمة كان فصل بارد، وبما أن المتوفى كان كيرتدي ألبسة صوفية، الدم ما خرجش من الجسم، وهذا هو اللي خلى الضابط أنه ما قامش بفحص الجثة ظاهريا، وبالتالي اعتبر الوفاة على أنها طبيعية. صراحة بحال هذه الأخطاء حاليا خاصة في الظروف اللي كتوفرها الجهات الإدارية ضباط الشرطة القضائية ما غاديش يتم الاقتراف ديالها ولو من أبسط موظف في الشرطة. لكن رغم هذا الإنسان وخصوص اللي ما كيكونش مدرب بشكل متخصص كيبقى دائما معرض لارتكاب أخطاء بدون قصد منه. زيادة على هذا الحضور ديال الطبيب الشرعي لعين المكان كيمنع من بذل عدد كبير من المجهودات اللي ربما في الأخير كتبان على أنها ضاعت هباء منثورا. على سبيل المثال في بعض الحالات ربما نقدروا نصادفوا مسرح جريمة اللي هو كيف كيتقال في اللغة الأمنية مسرح كذاب، يعني أن المعاينة الشرطية أو الأمنية الأولى تقدر تخلي الضابط يشك في أن الأمر كيتعلق بجريمة قتل أو بغيرها من باقي الجرائم. بطبيعة الحال غادي يدفع بالجهات الأمنية أنها تكتف من الجهود ديالها باش تحاول تلقي القبض على هذا الفاعل المزعوم. ومن بعد مرور مدة زمنية معينة كيتبين بأن القضية كتتعلق بوفاة طبيعية بناء على تقرير الطبيب الشرعي اللي تم انتدابه لتشريح الجثة على سبيل المثال. فمثلا لو أن هذا الطبيب كان حاضر في المرة الأولى بعين المكان، فبكل تأكيد كنا غادي نوفروا جميع الجهود والإمكانات البشرية والمالية اللي تم الصرف ديالها بحسن نية على قضية اللي هي عادية. بالنسبة لعملية حضور الطبيب الشرعي المكان أو المسرح الجريمة وكيفية التحرك داخل هذا الفضاء، ففي هذه اللحظة غادي يظهر عنوان رابط الحلقة الأولى من ضمن سلسلة كتكون من 3 ديال الحلقات واللي سبق وتكلمت فيها على هذا الجانب. ما عليك إلا الضغط عليها واطلع على الحلقة بكامل. تقدير فترة ما بعد الوفاة في مكان الحادث. من المهام الرئيسية اللي كيكون الطبيب الشرعي مطالب بها هي تحديد أو تقدير الوقت اللي وقعت فيه الوفاة،
وباش يتعرض الطبيب الشرعي على هذا النوع من البيانات او المعلومات كيتعين عليه انه يقوم بمجموعه من الاجراءات، فعلى سبيل المثال تقييم درجه الحراره كيتم على طريق لمس الجثه، وطريقه تقييم تصلب الجثث كيتم من خلال اختبار الاطراف يعني الارجل والايادي. بالنسبه لدرجه الحراره اللي كتكون عليها البيئه المحيطه كيتعين على عناصر الشرطه العلميه تاخذها مباشره بعد الحضور ديالها لمسرح الجريمه، خصوصا وان هاد الموظفين كيكونوا من الناس الاولين بعين المكان، كما ان الحراره اللي كتكون في الامكنه القريبه وبالخصوص من الجثه كيتعين على هاد الموظفين انهم يعطيوها اهتمام اكبر من خلال التسجيل ديالها قدر الامكان. وفي نفس الوقت كيتوجب ايضا يعني على تسجيل درجه الحراره تقريبا في جميع او في اغلب الاماكن او الزوايا الخاصه بالمكان اللي يتم الاكتشاف ديال الجثه فيه. على سبيل المثال في الحاله اللي كتكون عمليه نقل الجثه لمستودع البلدي لحفظ الاموات غادي تتاخر، كيتعين يتم استغلال هذا التاخير حيث غادي يتم اقتناص الفرصه لاخذ قياسات درجه الحراره بشكل تفصيلي. مثلا غادي يتم اخذ قياس الحراره تحت الابط والفم رغم ان هاد النقط ما غادياش تعطينا الا درجات منخفضه واللي ما يمكنش يتم الربط ديالها بشكل موثوق بدرجه الحراره الداخليه للجثه بسبب تعرضها لتغيير درجه الهواء في البيئه المحيطه بمكان الاكتشاف. الاجراء اللي كيكون عنده فائده كبيره في هذا الجانب كيبقى هو ادخال مقياس الحراره في الداخل ديال الاذن او في الفتحه ديال الانف الى ابعد نقطه، بهكا نقدروا نحصلوا على درجات اللي يقدر يكون عندها قدر من المصداقيه والموثوقيه، وهذا نظرا لاننا في هذه الحاله على سبيل المثال ما كنكونوش مضطرين اننا نحيدوا الملابس اللي كترتديهم الجثه، كما اننا بهكا كذلك غادي نكونوا حافظنا على نفس درجه الحراره اللي لقينا الجثه فيها. اما في الحالات اللي كتعلق بالحرائق فهنا الجثه كتعرض لاضرار كبيره، فعلى سبيل المثال يقدروا يكونوا موظفي الشرطة أو الطبيب الشرعي بنفسه كيمروا من فوق مجموعة من الحطام اللي خلفوا الحريق واللي في الغالب كيكون مغمور بالمياه، لكن من بعد كيتبين على أن ذاك الحطام كانت مدفونة تحت الجثة أو أكثر. إذا هاد الحركيات اللي عرفها عين المكان تقدر ترتب عليها أضرار في الجثة أو الجثث اللي في غالب الأحيان كتكون ضعيفة بسبب حالة التفحم اللي كتصبح عليها، مع العلم أن هاد الأضرار تقدر تؤدي لشقوق أو تكسير المفاصل. هاد الشقوق أو هاد الكسور تقدر تكون متشابهة مع نفس الأضرار اللي كتؤدي في أغلب الحالات الوفاة، الشيء اللي يقدر يخلي الطبيب الشرعي يستنتج بشكل خاطئ أسباب اللي ما عندهاش حتى علاقة بالسبب الحقيقي للوفاة. على العموم دور الطبيب الشرعي في أي مسرح جريمة أو في مكان موت مشبوه كيقتصر على مراقبة الوضع والمحافظة على أي دليل اللي يقدر يكون هشيش، وكذلك كيراقب بشكل خاص الطريقة أو الكيفية اللي كيتم بها نقل الجثة من المكان اللي تم العثور عليها فيه. هذه الإجراءات كلها كتخلينا نعترفوا على أن الطبيب الشرعي كيبقى واحد من العناصر المتخصصة والمهمة لإجراء أي عملية تحقيق، وخصوصا في المجال الجنائي، كما أنه كيبقى من بين باقي العناصر الخبيرة في المجال ديالها اللي يمكن لها تقدم أفضل المساهمة في هذا الإطار. الأخوات وإخوان متتبعات ومتتبعي قناة أجندة مواصح، بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو غادي نكونوا تعرفنا على بعض النقاط اللي كتهم مجال الطب الشرعي. على سبيل المثال أنواع تشريح الجثة، المبادئ التوجيهية وإرشادات ومعايير التشريح، إجراءات الطب الشرعي بخصوص تشريح الجثة، مقدمات تشريح الجثة، الحصول على الإذن والموافقة، شكون اللي يمكن ليه يكون حاضر خلال إجراء عملية تشريح الجثة، فحص مكان الوفاة. الأخوات والإخوان متتبعات ومتتبعي قناة أجل فهم واصح، إلى هذه الحلقة كتظنوا على أنها حملات بعض المعلومات القانونية، فكنتمنى بكل صدق أنكم تعملوا على النشر والمشاركة ديالها مع الأصدقاء والأحباب ديالكم، لأنكم بهكا غادي تكونوا أولا ساعدتوني في تحقيق الحلم الوحيد ديال القناة، وثانيا غادي تحققوا عملية إيصال المعلومة الجنائية والقانونية لكل شخص وفي أي مكان في العالم كيتواجه. وكما هو الحال دائما كنخبر جميع الأخوات والإخوان المتتبعات ومتتبعي قناة أجل فمواصح بأن هذه القناة بلا تشجيعات منكم ما غادياش تحرك أي خطوة للأمام، لهذا
كنلتمس منكم رجاء التفاعل معها بالتعليقات والاقتراحات ديالكم، وتشاركونا الافكار ليها. وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ومعلومات اخرى في القناة ديالكم، غادي نقول اي واحد منكم واش هانت يا صح. سلام.